كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة لدى عودة سموه إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد تحقيقه المركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 160 كيلومتر والتي أقيمت في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتنافس فيها 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك في إنجاز تاريخي عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات سموه المتعددة من البطولات في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية. وأعرب جلالته عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافتها لهذه البطولة العالمية وما وفرته من كافة أشكال الدعم والمساندة ومختلف الإمكانيات والتسهيلات للمشاركين والمتسابقين، مما أسهم في إنجاحها وما حظيت به من مشاركة دولية واسعة، مما عزز من ريادة دولة الإمارات ورسخ مكانتها وسمعتها العالمية المرموقة في تنظيم كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية. كما كان في الاستقبال الفريق أول أركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي. حيا جلالته وسموه مجموعة من الطالبات حيث قمنا بنثر الورود احتفاء بسموه. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والمسح كوي الزهارية بلالة الملك. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والمسح كوي صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والمسح كوي الزهارية بلالة الملك. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والمسح كوي الزهارية بلالة الملك. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والمسح كوي الزهارية يا ناصر والنسح كوي الزهارية بلالة الملك. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والنسح كوي الزهارية بلالة الملك. صوتك المهجرة معلمي البطولة لك ومكتبها عليك، عشت يا ناصر والنسح كوي الزهارية بلالة الملك.
ثم توجه حضرة صاحب الجلالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى قاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، وأدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالته وسموه. وتشرف أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات والهيئات الرياضية بالسلام على جلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد وتقديم التهنئة إلى جلالته وسموه على هذا الإنجاز الرياضي الكبير كبطل للعالم في رياضة القدرة. وبهذه المناسبة أعرب حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه عن خالص تهنئة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبالغ اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي المرموق الذي حققه سموه وأشرف به وطنه مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي، وجسد قدرة سموه على التفوق والتميز في كل ميدان تنافسي، مثنيا حفظ الله على العزيمة والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها سموه وتحديه الصعاب وأصراره الدائم على إحراز النجاح وحصد الألقاب في كل المسابقات وحرصه على رفع اسم البحرين وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في المحافل الرياضية. ووجه جلالته الشكر والتقدير لسموه على حمل مسؤولياته الوطنية بكل اقتدار، مؤكدا أن سموه ابن مخلص وبار بكل الولاء للوطن، وقدم خدمات جليلة وحقق الكثير من النجاحات والإنجازات المتميزة للمملكة في مختلف الميادين والتي هي محل فخر واعتزاز جميع أهل البحرين. مضيفا جلالته أن هذا الفوز المستحق بهذه البطولة الدولية جاء ليؤكد أن لدى مملكة البحرين من الخبرة والإمكانيات والاستعداد ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز والتفوق. كما أشاد جلالته بما تشهده البحرين من نهضة رياضية وشبابية وبالعمل الدؤوب والناجح الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، وإخلاصا وتفاني جميع رياضيي وشباب الوطن الذين لم يدغروا جهدا في سبيل على شأن المملكة ورفع رايتها عالية خفاقة. بعدها ودع جلالة الملك المعظم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة متمنيا لسموه كل التوفيق وأن يكون النصر حليفي دائما في كافة جهوده ومساعيه المخلصة في خدمة مملكتنا العزيزة وأبنائها الكرام. وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة العرض البحرينية التي أقيمت بهذه المناسبة وقدمت أهازيجها احتفاء بعودة سموه وحصده هذا اللقب العالمي. هو فارس البحرين الأول والقدوة والداعم لمختلف الرياضات من أجل الارتقاء بمسيرة البحرين في مختلف المجالات لا سيما المجال الرياضي. جلالة الملك المعظم الحريص دائما على أن تعتلي مملكة البحرين منصات التتويج وأن تكون حاضنة لمختلف الرياضات وخاصة المرتبطة بالخيل والفروسية منها. ولطالما أشاد جلالة الملك المعظم بما يحققه فرسان البحرين من بطولات ونتائج متقدمة في السباقات العالمية، والذي رسخ من مكانة المملكة الرفيعة وسجلها المتميز على خارطة سباقات القدرة وأعطى الصورة المشرفة لكفاءة وقدرة فرسان البحرين، حيث يؤكد حفظه الله ورعاه بحضوره ودعمه المتواصل على الاهتمام الكبير برياضة القدرة البحرينية وتوفير كل مقومات النهوض بها وتطويرها لرفع راية مملكة البحرين على منصات التتويج الإقليمية والعالمية، وانعكاسا للدعم الملكي لرياضة القدرة البحرينية وتحقيقا لتطلعات العاهل المعظم حفظه الله ورعاه. جاء تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الأول في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في أبوظبي مؤخرا كتأكيد جلي على أن هذه الرياضة البحرينية الأصيلة تحظى بالدعم، بالإضافة إلى تحقيق المراكز المتقدمة في العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والدولية والتي حققت فيها مملكة البحرين والفريق الملكي للقدرة أرقاما ومراكز لا يستهان بها، لتؤكد مملكة البحرين بذلك أن رياضة القدرة البحرينية هي رياضة بمعايير عالمية وتطمح دائما للمراكز الأولى على مستوى العالم.